مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحول لبعد انقشاع ضباب ونسبة رطوبة عالية خلال الصباح على الواجهة الشمالية الساحلية وحتى المرتفعات، أجواء مغشاة لكن الرياح ستشتد على كم السواحل الوسطى والغربية تصل لغاية 50 كم في الساعة، رمال تكون عالقة على الهضاب العليا الغربية، أجواء مغشاة كذلك على مناطق الجنوب الغربي أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار والتاسيلي. 6 درجات على المرتفعات الداخلية الغربية، 9 درجات على العاصمة، 12 درجة على كل من بشار وبسكرة، 18 درجة على الصحراء الوسطى، 23 درجة على أقصى الجنوب خلال هذه الليلة إن شاء الله. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى في استقرار، تتراوح ما بين 18 لغاية 24 درجة على الواجهة الشمالية، 30 درجة على بشار، 33 درجة على تندوف، ترتفع لغاية 40 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يبقى من قليل اضطراب الى مطر محليا تقريبا على كافه السواحل خاصه السواحل الوسطى والغربيه، الرياح ستشتد على الوسط تصل لغايه 50 كيلومتر في الساعه، والبقيه تقول ان شاء الله خلال يوم الثلاثاء اضطراب جوي ذي مناطق جنوبيه غربيه على المناطق الغربيه والوسطى، امطار على السواحل وحتى على المرتفعات اكثر استمراريه على المرتفعات الداخليه لتلتحق ليلا على الواجهه الشرقيه كذلك على مناطق الجنوب الغربي ومنطقه الصورة. أما خلال يوم الأربعاء الأمطار ستزداد غزارة على شكل زخات رعدية إن شاء الله على المناطق الوسطى وكذلك الغربية، لكن الأمطار ستلتحق خلال الليل تحت توقع رعود على المرتفعات الداخلية الشرقية وكذلك السواحل، بعض الأمطار غير مستبعدة على الصحراء الوسطى وكذلك شمال الصحراء. أما خلال يوم الخميس إن شاء الله الأمطار ستزداد غزارة على الواجهة الشرقية تحت توقع رعود على المرتفعات وكذلك على الهضاب والسواحل، لكن تحسن في حال الطقس على الواجهة الغربية خلال أواخر النهار، لكن الرياح ستشتد على المناطق الغربية والوسطى، أمطار على فترات على الواجهة الوسطى، الأمطار ستلتحق على شمال الصحراء والصحراء الوسطى، درجات الحرارة في تراجع خاصة على المرتفعات والهضاب لترتفع على أقصى الجنوب. وقت غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام 7:06.